موضوعنا النهاردة عايزين نحدد ونشوف سوق العمل في النظرية الكلاسيكية والكنزية، وتحديد سعر الفايدة في النظرية الكلاسيكية والكنزية. هنبتدي الأول بالنظرية الكلاسيكية. أول حاجة هنبتدي بيها سوق العمل عند الكلاسيك أو التوظف الكامل. هما شايفين إن دايما في توظف كامل، مفيش بطالة إجبارية، لكن من الممكن أن تحصل بطالة اختيارية أو احتكاكية. البطالة الإجبارية معناها أن في شخص قادر وراغب وباحث عن عمل ولكن لا يجد فرصة عمل. البطالة الاختيارية هو رفض العمل لأنه رفض الأجر السائد. البطالة الاحتكاكية هي الجهل بفرص العمل المتاحة. وجهة نظر الكلاسيك إن العمال هم المسؤولين عن المطالب، الحل هو تخفيض الأجور. وفي الشكل اللي قدامنا بيتقاطع العرض مع الطلب في لون واحد، اتحدد مستوى التوظف وتحدد الأجر حاه واحد. في حالة زيادة المعروض من العمال إلى عين اتنين بيترتب عليه إن الأجر يقل، هو ده علاج البطالة عند الكلاسيك، انخفاض الأجر. طب نيجي لتحديد سعر الفايدة. سعر الفايدة عند الكلاسيك عبارة عن عائد الادخار والتخلي عن الاستهلاك، وهما شايفين إن سعر الفايدة بيتحدد لما الادخار يساوي الاستثمار، على أساس إن الادخار هو عرض الأموال والاستثمار هو الطلب على الأموال. الادخار له علاقة طردية مع سعر الفايدة، والاستثمار له علاقة عكسية مع سعر الفايدة. وبنفس الطريقة، عرض الأموال هو الادخار، طلب الأموال هو الاستثمار، التوازن عند نون واحد، وسعر الفايدة التوازني فيه واحد. لو حصل زيادة في الادخار، يعني زاد عرض الأموال، سعر الفايدة بينخفض إلى فيه اتنين. طب دور السياسة المالية إيه في الفكر الكلاسيكي الإنفاق العام والضرائب؟ هما شايفين إن السياسة المالية لازم تبقى محايدة، الدولة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي عشان ما يحصلش إزاحة للقطاع الخاص. الحاجة التانية، هما شايفين إن الموازنة العامة دايما تبقى متوازنة، الإيرادات تساوي المصروفات، لأن عدم التوازن هيؤدي إلى الاقتراض، عدم التوازن هيؤدي إلى زيادة الأقساط والفوائد. بالإضافة إن لو تم تمويل العجز من الإصدار النقدي هيحصل تضخم، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة الضرائب لعلاج عجز الموازنة. معنى الكلام ده إن هما شايفين إن السياسة المالية تبقى محايدة، الموازنة العامة دايما تبقى متوازنة حتى لا تحدث هذه المشكلات.